ايوه، عالسلامة عالسلامة عالسلامة، شنو احوالكم؟ يجاو يا جماعة الباك 2024 نخدمو هالإكزرسيس هذا. ديما نقول التدريبات اللي نعطيهم انا ديما للجماعة اللي ماهمش متمكنين برشا، واللي يحبوا يتحصلوا على نوت حتى وان كان مش فاهمين الكلام. كيفاش نخدم التمرين كيما هكايا؟ يعطينا يقولك كومبليتاري il paragrafo con le parole sotto elencate. Le parole sono modelli, mondo, eleganti, stilisti, passerelle, collezione. Fanculo, ci sono tanti spazio italiani famosi nel spazio. Ogni stagione ci offrono una spazio di abiti chic ed spazio indossati da spazio raffinati che sfilano su delle spazio illuminate. طريقة سريعة حتى وإن كان مش فاهم الكلمات، أو على الأقل عندي فكرة على الكلمات بصفة عامة، يعني واضح شنو الموضوع. هي لونيتا ديلا مودا. ناخدو بير إكزامبيو عندنا هنا تشي سونو تانتي. هنا شنو نحتاجو؟ نحتاجو اون سوستانتيفو. كيفاش يكون السوستانتيفو هذايا؟ باش يكون على حسب تانتي هذيا. تانتي تعرفو واش معناها؟ معناها مولتي، يعني برشا. اوكي، اخرها شنو؟ اخرها اي، السينغولار نتاعها تانتو. تانتي معناها تانتي، هنا هي ماسكيله البلوراله. معناها نجي هنا في القايمه هذيا، في الالانكو هذا دي بارولي، ناخذ نلوجو على كلمه هي سوستانتيفو وماسكيله البلوراله. شنو عندنا؟ عندنا موديلي وعندنا ستيليستي، اكاهو باقي كلهم. اليغانتي، رد بالك اليغانتي هنا اون ادجيتيفو نوني اون سوستانتيفو، فعلى طول جوست عندنا موديلي وستيليستي. فنجي نشوفوا الجمله هنا، تشي سونو تانتي موديلي والا ستيليستي ايطالياني فاموزي. اثنينهم صحاح ولكن ما نقررش نحطهم في بالي وما نقررش من الاول، لعل ستيليستي تكون هنا وموديلي تكون هنا. فهنا نحتاجو تانتي، تشي سونو تانتي، يا ستيليستي يا موديلي، هذيا مش كوبيا. حط رقم واحد هنا ورقم واحد هنا، قصدي في الفراغ هذا الاولاني. باتشي سونو تانتي يا موديلي يا ستيليستي ايطالياني فاموزي نل. هنا نل زاد بعدها نحتاج سوستانتيفو، نومي سوستانتيفو. كيفاش يكون هالنومي هذا؟ على حسب هذه الكلمه هذه نل، اللي هي بعدها تتطلب على شنو؟ ديريكت تتطلب هي هذه اصلا شنو نل اصلا؟ ان ايل، يعني ايل هي الارتيكولو ماسكيلي السينغولاري. وين هن؟ دونك هنا باش نحتاجو سوستانتيفو ماسكيلي السينغولاري. وين هنا سوستانتيفو ماسكيلي السينغولاري؟ كلمه واحده هي، نوجوها معايا. ايوه هي موندو، ما عندي حتى كلمه اخرى اللي هي في شكل سوستانتيفو ماسكيلي السينغولاري كان موندو. فنبدا نحط موندو هنا وانا متاكد، ما عندي حتى شك. اوني ساجوني تشي اوفرونو، شكونهم اللي هما هنا؟ تانتي سباتيو ايطالياني، تشي اوفرونو يعني اوفرونو انون اونا تاتاتا دي ابيتي سباتيو دي ابيتي. هنا عندي اونا وهنا دي ابيتي، 100% نحتاج هنا سوستانتيفو ماسكيلي او فيمينيلي. فيمينيلي على خاطر عندي هنا اونا. اوكي فيمينيلي، هنا عندنا الكلمه اللي فيمينيلي 100% واحدة بركة، وهي هي 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 كوليتسيوني. يعني أنا متأكدة من موندو، متأكدة من كوليتسيوني. أوكي، تشي أوفرونو أونا كوليتسيوني دي أبيتي شيك إد سباتيو إندوساتي دا سباتيو رافيناتي. هنا عندي إيه حرف هذايا معناها كونجوكسيوني، يعني كما نقولوا حرف عطف بالعربي. فلازم تكون هنا انهم هما اوفرونو اونا كوليكسيوني
وحاجة أخرى اللي هما يقدموها لنا الجماعة هذوما، يا موديل يا ستيليستي. أوكي باهي، شنو باش تكون الكلمة حسب رأيك؟ وصفقوا مع بعض، ما يمكن نعمل نجم نطلع الكلمة هذه نخرجها نخمنها حسب اللي قبل، لكن ما عندي دليل حتى دليل من هنا إلا أني شنو تبدأ بوايال. كيفاش عرفت الكلمة بتبدأ بفوكالي؟ كيفاش عرفتها؟ لأني عندي أنا المفروض دي هذه تبدأ مع الكونجونكسيوني، ما تكون دي هنا إلا ما نعملوها هنا إلا للضرورة. للضرورة لما تكون الكلمة بتاعنا تبدأ بفوكالي، الكلمة اللي بتكتبوها هنا تبدأ بفوكالي، يعني يا أ يا أي يا إي يا أو يا إي، هذوما اللي فوكالي نعرفوهم. فإيش باش تكون الكلمة؟ عنديش كلمة هنا تبدأ بالفوكالي، كلمة واحدة تبدأ بفوكالي سي، يعني هذه زادة باش تكون أكيدة اللي هي إليغانتي، إد إليغانتي. آش طلعت؟ طلعت معطوفة على، مش علي على الكوليكسيوني، لا معطوفة على أبيتي شيك إليغانتي. أيوة العطف هنا جات على نوعية، تعرف شو معناها أبيتي؟ أيوة معناها فيستيتي، أيوة معناها أبيليامينتو، هذو شفتوهم في القسم عن الأستاذ أو الأستاذة، أبيتي أبيليامينتي فيستيتي إندومينتي، برشا سينونيم الكلمة هذه. أوكي تردوا بالكم يعني ما تربطوهاش بالفيربو أبيتاري، الشكل كيف كيف لكن المعنى طبعا مش هو. أبيتاري يعني يسكن، أبيتي يعني الحوايج ملابس. أوكي دونك هنا قلنا معطوفة على شيك، أبيتي شيك إي، دونك هنا نحتاج أدجيتيفو. بقطع النظر نعرف أدجيتي، قصدي نعرف معنى الكلمة، ما نعرفش معنى الكلمة يكفيني أني عندي إد. معناها الكلمة باش تكون قلنا تبدأ بفويال، والكلمة الوحيدة تبدأ بفويال هي هذه، فبتكون إد إليغانتي إندوساتي دا سباتيو رافيناتي. معناها هنا ملبوسة من طرف شكون؟ من طرف جماعة، من طرف كلمة، يعني هي كلمة باش تكون كيفاش؟ فمينيلة ماسكيلة سينغولاري بلورالي، يعني هي مية في مية باش تكون سوستانتيفو. أيوة فمينيلي ولا ماسكيلي، بلورالي ولا سينغولاري؟ إذا نشوفوا الأدجكتيف اللي جا بعدها رافيناتي، هذه البلورالي وناجيتيفو البلورالي آخرها إي، يعني لازم نعرف إيش معناها رافيناتو. رافيناتي هي يعني دي ألتا كواليتا، الأدجكتيفو السينغولاري هي رافيناتو، رافيناتا بلورالي، رافيناتي تبع شكون؟ تبع المسكيلي، فاش تكون؟ دونك هنا عندنا أدجيتيفو البلورالي مسكيلي، دونك باش نلوج هنا كلمة مسكيلي البلورالي، ون سوستانتيفو مسكيلي البلورالي، شكون عندنا؟ نرجعو نفس الحكاية، هي يا موديل يا ستيليستي. هنا كلمة ستيليستي تقريبا الناس كل تعرفها، اوكي موديلي تقريبا شفتوها، وحتى كان ما عرفتوش معناها تحسها من موديل موديلي. اوكي باهي، دونك هنا باش تكون هنا في السباتيو الاولاني يا تكون ستيليستي ولا موديلي، والسباتيو هذا باش تكون يا ستيليستي يا موديلي. اش باش يصير؟ باش نرجعو هنا للمعنى، اي لازمنا نكملو. اوكي خليوها، دونك عندي هنا يا ستيليستي هنا يا موديل هنا يا ستيليستي هنا يا موديل هنا. اوكي كيس فيلانو، كيس فيلانو هالاشخاص هذوما اللي هما رافيناتي، كيس فيلانو هنا رافيناتي، يعني ايش معناها رافيناتي في المعنى هذا؟ ماهيش في معنى التا كواليتا، لا عندها معنى اخر، معناها إليغانتي. كيس فيلانو اوكي يعرضون سفيلاري، يعني يحطوا العرض، لاسفيلاتا دي موضه، يعرضوا الملابس اللي جايين يعرضوا فيها. سو ديلي هنا ديلي ارتيكولو فيمينيلي
indeterminativo al plurale. إيش معناه؟ يعني مش نلقى هنا كلمة ديجا أنا نحي ساعة نخرج هذية نقول سيي ما نحتاجهاش نعمل إكس على هذية هذية موندو سيي عندي إليغانتي قلنا سيي تخرج هي بيدها إليغانتي كيف كيف باش تمشي بعد عنا كوليكسيون يعمل نحنا متأكدين استيليسيو موديليست الموديل اللي هذيك أمي أوكي قاعدة باسر اللي أيوة إحنا إش قلنا هنا قلنا عنا نومي أو سوستانتيفو البلورالي فيمينيلي اللي هي الوحيدة هنا باسريلي وهي باسريلا سينغولاري باسريلي بلورالي أونا بارولا فيمينيلي البلورالي ما تجي كان هنا حتى ديجا عندنا هنا الارتيكولو قلنا شنو اسمه ارتيكولو فيمينيلي indeterminativo al plurale اللي تمشي مع passerelle فايي دونك نحطو هنا passerelle هنا اوكي ومن بعد باش يصير دونك عدو لي جوست ستيليستي وموديل اللي هنا جات شويه يعني معقده الحكايه شويه هي مش معقده لو كانت عارف المعنى ومن بعد ما فهمنا الفقره الكل باش تكون طبعا هنا موديلي رافيناتي كسفيلانو هما الموديلي هما العارضه الازياء موديلا بلورالي نتاعها موديلي وعارض الأزياء اسمه موديلو البلورالي متاحها موديلي فجي هنا موديلي رافيناتي وهنا باش تكون شنو ستيليستي هنا داكوردو يعني الفكرة ممكن تقولي الفقرة سهلة يعني ما يحتاجش هالخدمة هذي الكل لا اللي خرجنا من الفقرة هذي أني كيفاش نخدمه وإحنا مناش عارفين معاني الكلمات فنخدمه عليها بطريقة ذكية وهذا هو الحل متاع الإكزيرسيس فنجي نقرأ الفقرة مرة أخرى ونقولوا ci sono tanti stilisti italiani famosi مش نقولوا tanti modelli عرفتوا الفرق ما بين modelli و stilisti stilisti هما الناس اللي مبتكرين الأزياء اوكي ci sono tanti stilisti italiani famosi nel mondo ogni stagione ci offrono una collezione di abiti chic ed eleganti ok ed eleganti indossati da modelli raffinati che sfilano su delle passerelle illuminate.